وحشتك؟ امال ليه ما رضيتيش تيجي شقه الهرم؟ عشان تعرف موضوع شقه الهرم ده بيضايقني قد ايه. من كام مره انا جيت لك فيهم ببقى نازله من عندك متنرفزه. ولا عشان حبيب القلب ما يزعلش؟ هو مش اتجوز؟ حبيب قلب ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور ابو اللي في بطنك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انت كنت فاكره نهبل وهتخش عليا الدخله دي ولا ايه؟ انسي يا عفه. سلام. حسام حسام. اسحبي لي عين الدم واعملي لي صوره دم واملاح واعملي رسم قلب. يلا بسرعه. وانت شوفي لي مكان في العنايه، اكيد هنعزلها سرير. يلا بسرعه. والله وتعلمنا نحط رجل على رجل يا فلان. مساله امكانيات. ابص طب بالمناسبه دي بقى نزل رجل. حاضر. بص انت هتسوي نفسك بياض ولا ايه؟ مؤاخذه بص بقول لك يا فلان اقمض، انت العز مش لاقي عليك بصراحه. بص ولا انت انت بتقول ايه يا ولاد الكلب؟ ده انتوا واكلينها والعه. السفينه بريزه. الله 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 الله. مين خلوصي؟ انت واد استحميت وحطينا جيل وكونا هدومنا ورشينا ريحه ولمعنا الجزم كمان. بس هنروح فين في الشاسيه اللي اتعدل واتفرد ده؟ تعالى روح امك. عادي 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 يا اختي عادي. خمسه وخمسه يا خلوص. رش لك يا اخويا حصوتين ملح. يا بنت مش خلوص اللي يبص لك، يا بنت خلوص عينه حلوه. وبعدين الشاسيه ده بتاعي حافظه وفاهمه. بقول لك ايه القبل؟ ايه يا اخويا المكنه النظيفه اللي انت جايبنا فيها دي؟ واح يا اخويا اللي بدل حالك كده. هقول لك على كل حاجه بس نشرب لنا. ما تقوم افلانك جيب لنا اي حاجه. ما قدامك كل حاجه. طب قوم امن يا. حاضر. ابص الا قول لي يا اخوخ. قول يا روح قلب اخوخ. الراجل ده هيجي من ناحيتي ولا لسه؟ راجل مين؟ نيازي؟ بوز الاخس. بصراحه انا مش مركز غير في المنهج اللي قدامي. واضح ان انا اتسرعت وكنت المفروض اعيد حساباتي. انا كنت اعرف يا بنت ان في حاجات كده مستخبيه كتير. كنت اتجوزتك من زمان. ما انت يا اخويا اللي مالكش في في الطيب. بحسب يا اختي بحسب. ماشي اوكي. لا طبعا هعدي عليكم. مع السلامه. ايه اللي حصل؟ عمها باين ولا خالها قلق عليها لما لقى عربيتها تحت ومحدش بيرد. كلمني طبعا 100 مره وانا ما بردش فكسروا عليها الباب. ولقوها؟ جالها باين صدمه عصبيه ولا نفسيه. جابوا لها اسعاف ونقلوها المستشفى. ايوه ما هي كده هتفوق. طب ما تفوق. طب ما هي لو فات هتتكلم وممكن تبوظ لنا كل حاجه. وطبعا سي عمر ابو قلب حنين ممكن يروح يزورها. طب ما تتكلم ويروح ابو قلب حنين يزورها وانا كمان اروح معاه. تحب تيجي معانا؟ انا عايز اعرف انت مالي ايدك منها قوي كده ليه؟ سر المهنه بقى يا دكتور. يا ابن اللذينة اموت واعرف انت عملت لها ايه ووصلها للحاله دي. انت ده انت شطان. لا حلوه حلوه عجبتني يا ابو جناح اخضر. رسمت لك خريطه للفيلا فوق وتحت، حتى الغفير سنجفت لك اموري معاه. بقول لك يو يا واد ما تخليك معايا مروش كده ليه؟ يا بت احنا مش زي زمان، احنا بنشتغل وقت شغل فيري دينجرس، يعني لازم تخلي بالك من كل حاجه بتعملها. اتفضل يا كيمي. المكان كله نور نور سابت الناس. اتفضل يا كيمي. ازيك يا خلوصي؟ ازيك يا نازل باشا؟ ازيك يا باريسه؟ باشا والختمه الشريفه كنت لسه جايبه في سيرتك. صح 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 يا باشا صح. شفتي الدنيا صغيره قد ايه؟ يعني انت جايه جايه ومصير الحي يتلاقى. الدنيا دي يا بنت الناس ببنا منفذه على بعض ومفاتيحها في ايدين العبد لله. اقعدي اشربي وبلي ريقك. اقعدي. شفتك
قاعدة لوحدك قلت اجي اونسك. انكل حافظ ايه ده؟ هو انا بقيت مشهور للدرجة دي؟ شكلك مش واخد بالك انا بقى مين. الا هو انت؟ معلش بس الدنيا منعبشة شوية. سايب عروستك في اول يوم وجاي هنا؟ عروستي هي اللي سابتني، كل الناس بيسيبوني، كل ما يقربوا مني قوي يبعدوا عني خالص. بعد ما شوي علاقتي ببابي كشف لي حقيقته، صومته على الكرسي، خلاني مبقتش طايقه وبكرهه قوي. جاي دلوقتي عايز شوه علاقتي قدام نفسي. قالت لي اتجوزنا ولا لا شفت لا جواز ولا ورقه ولا حتى مأذون ولا اعرف حتى هي راحت فين. مش وحشه، ما بحبش السهر ولا كان عمري ليا فيه، ولا بحب اسكر ولا بحب الدخان، بس انا ما عملتش كده يجرى لي حاجة. تفتكر لو قلت له هيعمل ايه؟ تفتكر لو خالد ابني عرف ممكن يبعت لي جواب؟ فضل لو عايز تمشي انت امشي، انا قدام شوية كده وهتحرك. سلمى كده شكلها خلعت من بره بره. روح انت عشان تنام بدري وتيجي الصبح بدري. يلا واسيبك لوحدك يا استاذه، وده ينفع برضه؟ طول عمرك راجل يا فضل. بقول لك ايه، عامل لك كوبايه شاي؟ يا سلام لو عليها عودين نعناع تبقى فل. شجره نعناع لو عايز. كل ده اعمل لك معايا وتعالى نشربها مع بعض. من عين وادي الغلايه. وادي الكوبات. ثانية واحدة اروح اقفل لك الباب عشان ما حدش يزعجك كمان. ماشي. خامتك طب خلاكم محمرة واكل بقى وغيزة كتير. بس لسه في ماما العملية يا دكتور. اه صحيح. طب يلا ربنا معاك يا دكتور. اتفضل حبيبي. حبيبي يرحم بيك. طمنيني عملتي ايه؟ عملت ايه في ايه؟ رقص ورقصت وغنى وغنيت لعب ولعبت كلام وقلت هو زي الصنم مش عايز يتحرك يا تينا، مش عايز يتحرك. طب اهدي اهدي، اصل الحاجات دي اخرها ما تاخدش قفش كده. ايه هو انا قلت لك حاولت اغتصبه؟ انا اسفه قوي يا تينا. حبيبتي انا عارفه، انا عارفه وحاسه بيكي وحاسه انك متضايقه بسبب ايه. عمر مش بيحبني يا تينا، بس جات لي بتجيله التليفونات الغريبة. متأكد انه اوعي تقولي كده، عمر تاب يا بنتي والله وربنا هداه. تاب على الاخر. طيب قوليلي انتي لابسة كده رايحة على فين؟ رايحة على البازار، في شوية حاجات لازم اخلصها قبل السفر. وعمر عارف؟ طمني، مش انا اللي اخرج من بيتي من غير ما اقول لجوزي. للأسف اتربيت على كده. انت عارفة يا لمارة كل مادة بتزيد محبتك جوه قلبي وبتزيح القلق اللي كان على صدري من ناحيتك. يا ريت تعد أخوكي، يمكن محبتي في قلبه تزيد. عن إذنك. وغمرات إيه وهباب إيه اللي كنت بتنيلها يا عمر؟ بلا خيبة. عملوا فيك إيه ولاد الكلب دول؟ دول سلفتوك على الآخر. خدوني على أخوانا يا بريزة، خدوني على اخوانا ولاد الكلب، خلوني خلوص ابو شرطه. الهبه راحت يا بريزه، الهبه راحت خالص يا اختي. دول الناس ايديها طايله، ده انا فردت بمعجزه. بس الناس دول مش هيسيبوني ولا هيسيبوكي. طب والعمل؟ انا رايي تكتي لك قد شهر شهرين، ان شاء الله حتى سنه. اكنت فين يا اخويا؟ هو احنا لينا مطوه تانيه؟ ما انت لو كتيتي هنا هيجيبوكي وساعتها مش هيبقى في معجزه،
اديكي زي ما انت شايفه كده خلوصي ما بقاش خلوصي قدامه فتره عشان يرجع تاني. دول قتلوا عم ايوب، خانقوه بحبله انا شفته بعيني. الحكومه قلبت الدنيا على الموضوع ده وعايزين يجيبوا كل اي حد ليه علاقه بالموضوع. يا مالها يا ربي متقفله من كل حته كده ليه؟ انت لازم تسافري لك سفريه بعيده يا باريزه. وده اجيبها منين؟ تلاقيش بطاقتك اللي معايا اديتها لواحد حبيبي يطلع لي الجواز وبعد كده احلها الف حلال. لامار وحشتيني قوي. ازيك يا سلمى؟ ازيك وحشتيني قوي. لا اقول لك بقى انت اللي اوحش، عشان لو كنت جدعه كنت عديتي عليا وشفتيني وسالتي. يا بنتي انا قلت اسيبك غرقانه في العسل شويه. ازيك يا فاطمه؟ ايه هو انت مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ لا طبعا. ازي حضرتك يا استاذه؟ وحشتيني. وانت كمان وحشتيني قوي، قصدي كلنا وحشتينا كلنا يعني. بقول لك ايه، ما تيجي تحكي لي بقى عملتي ايه؟ استني شويه بس فاضل. انت عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي في كوبايه تمر هندي من اللي كنت بتجيبه لي زمان. من هنا الاثنين الحقني بيه حالا اهو. بقول لك ايه، اخبار إيه؟ الشغل ايه؟ اهو زي ما انت شايفه، زي حال كل المحلات اللي حوالينا بنش. بس الدنيا بدات تتحرك يعني. هي بتتحرك شويه بس الناس للاسف واقفه مكانها مش عايزه تتحرك خالص، وما بيصدقوا يرغوا في اي كلام فارغ وخلاص. وحشتني زحمه الشارع ده والله. تعال انت كمان وحشتيني قوي. وحشتنا حاجات كتير يا سلمى، خدنا عليها وخدت عليها. عارفه لما ما تبقيش واخده على نفسك مستغربه روحك، اما ده بقى حالنا وحال البلد كلها. لامار انت مش مبسوطه مع عمر؟ مش مرتاحه يا سلمى. اتفضلي يا استاذ. طبعا نسيتني انا خالص. ما انا نسيت نفسي انا كمان، انا لسه سلمى. طب يلا ادخل على جوه يمكن حد يعبرني. حاضر. عارفه يا سلمى احساسه بيا بيطمني، بحس كده انه من دمي. يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه، بس ساعه الطبطبه دي بتتفسر غلط خالص. ايه يا سلمى الوضع دلوقتي مختلف، انا ست متجوزه ولا